وأما صدقة الأثمان، قلنا الأثمان جمع ثمن، وهو كل ما يتخذ ثمنا، فيدخل في ذلك الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والدراهم والدنانير وغيرها. يقول: فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 درهم، هذا نصاب الفضة وفيها ربع العشر، ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال 4 غرامات وربع، فتكون 20 85 غراما أو جراما. نعم.